لمزيد من النقاش ينضم إلينا من باريس دكتور محمد تورشين، الكاتب والباحث السياسي السوداني. أهلا بك دكتور. دكتور، بداية، كيف يمكن دفع طرفي النزاع بالسودان للانخراط أو استئناف المفاوضات؟ في البداية التحية لك ولكل أهلا بك. السادة المشاهدين الكرام. وبلا شك هنالك محاولات ومساعي حثيثة سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية ولا المملكة، كللت بمنبر جدة، لكن نتيجة للتباين في وجهات النظر وضعف الآلية المرتبطة بمراقبة الانتهاكات والاختراقات المتكررة للهدن والجهة المسؤولة عن ذلك، فشلت هذه المباحثات في المضي قدما نحو تحقيق استقرار دائم لوقف إطلاق النار وخروج الدعم السريع من المنازل والمستشفيات وكذلك من المنشآت الحيوية. أنا في تقديري بالرغم من أن الآن الاتحاد الأفريقي أيضا يطرح مبادرة وآلية حديثة تحظى بإجماع وتأييد من الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية وفضلا عن الأمم المتحدة، أيضا هي محاولة، لكن التحدي إن لم تتم معالجة الآلية أو الوسائل والأدوات التي تتبعها المبادرات فيما يتعلق بمن الذي انتهك الهدن وكذلك خروج الدعم السريع من الأحياء والمنازل والمستشفيات، سيجعل مسار المفاوضات معقد جدا أو مسار حتى الهدن معقد جدا ولن تحقق شيء على أرض الواقع. ينبغي أن يتم تحديد مراكز، مركز أو مركزين أو ثلاثة تتم من خلالها خروج كل مجموعات وعناصر الدعم السريع إلى تلك المناطق، ومن بعد الحديث عن الترتيبات المرتبطة بالترتيبات الأمنية ودمج في الجيش السوداني. لكن مع ذلك لا أتوقع أن تمضي هذه المباحثات قدما، باعتبار أن أيضا طرفي الصراع من خلال تصريحات رائد الجيش طيب، في ورئيس حال تم القيادة. وضع يعني آلية كما تفضلت دكتور محمد، وبالتالي يعني ربما يعني كيف يمكن، هل يملك هؤلاء الوسطاء سواء الاتحاد الافريقي سواء الوساطه الامريكيه او السعوديه اي اوراق للضغط على الطرفين لدفع بهما للالتزام بهذه الهدن بعيدا عن وبلا وضع شك آلية يعني على الأرض؟ انا في تقديري على المستوى النظري لا يمتلك الاتحاد الافريقي ولا حتى الولايات المتحده الامريكيه ادوات ووسائل اكثر من الذي فعلته الولايات المتحده، وهي فرض العقوبات او تجميد عضويه السودان او فرض عقوبات مزيد من العقوبات على طرفي الصراع. انا في تقديري يمكن ان يتم تحديد قيد زمني في فتره لا تتجاوز ال 48 ساعه او 3 ايام على اقصى مدى، ومن بعد تتحرك كل القوات وعناصر الدعم السريع الى تلك المنطقه. فاذا لم تستجب بهذه الاليه التي يمكن ان نتحدث عليها بانها دبلوماسيه، يمكن ان ترسل القوات من الاتحاد الافريقي كما حدث في السابق، وهذه القوات مهمتها اجبار هذه المجموعات الى الذهاب الى نقاط معينه ومن بعد نزع سلاحها والحديث عن تسويه سياسيه. مع ذلك من الصعب جدا، لان نلاحظ تماما في كثير من المواقف الاتحاد الافريقي تدخل، والان ايضا يتدخل في كثير من الدول لارغام بعض الاطراف على تنفيذ الاراده وكذلك الاراده الافريقيه، فضلا عن ذلك التفاهمات المشتركه التي تمت في مقبل الايام. ما عدا ذلك من الصعب جدا، لان حتى الان ظاهريا انه اطراف الصراع لا سيما الدعم السريع والجيش ليس لديهم رغبه او اراده حقيقيه متمثله في وقف اطلاق النار او الشروع والانخراط في مباحثات، وهذا مقروء من خلال تصريحات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان او قائد ثاني الدعم السريع محمد حمدان دقلو. فبالتالي الان العمل معقود على احداث اليه فاعله وقويه تجبر الدعم السريع الخروج من المنشآت وكذلك الاحياء التي يسيطر فيها. ما عدا ذلك الاوضاع ستكون كارثيه وستتعقد اكثر، باعتبار ان حتى الان المستشفيات لم تعد الى الخدمه، فضلا عن ذلك لم يتمكن الاطراف واقصد الجهات المعنيه بايصال المساعدات الى المدنيين، فهذه ايضا تعتبر من الاشكاليات والتحديات الحقيقيه. طيب، وفق كل المعطيات حتى الان دكتور محمد، هل يمكن تخمين ربما سيناريوهات للمستقبل ام يظل الغموض يعني سيد الموقف؟ هو بلا شك الان من الصعب جدا الحديث عن اي مستقبل لهذه العملية السياسية أو الاستقرار سوى التصعيد العسكري. الآن إذا استطاع الجيش في مقبل الأيام في تقديري تحقيق انتصارات، وهذا أيضا مرهون بعدة عوامل وهذه العوامل غير يعني ظاهرة على العيان، بأن يحقق انتصار ويقضي على قوات الدعم السريع. لا أتكلم عن القضاء
قتل كل عناصره، وإنما بتحييد مصادر القوة وكذلك السيطرة على القيادة. فبالتالي إذا نجح في ذلك يمكن أن تحدث تسوية، أو يمكن أن يتم التحدث والتشاور حول آليات لمسألة الدمج. لكن إذا لم ينجح في ذلك، أنا في تقديري للأسف الشديد الحرب ستطول نتيجة لانشغال حتى المجتمع الدولي بالصراعات، سواء كان الصراع في أوكرانيا أو التنافس المحتدم بين الولايات المتحدة والأمريكية في الصين حول تايوان وما إلى ذلك، فضلا عن التحديات الداخلية لكثير من الدول لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية المرتبطة بالانتخابات، وكذلك التنافس المحتدم بين الجمهوريين والديمقراطيين. وعموما هذه المسألة أيضا مرتبطة برغبة الأطراف في أن يتم تحقيق تسوية سياسية، باعتبار أن نعم معلوم تماما بعد الآن اندلاع المعارك ربما مصير قيادة الدعم السريع الآن أصبح مجهولا، فهذه أيضا من الدوافع التي تشكل لهم حافز كبير جدا للاستمرار في القتال. فهذا الحافز ينبغي أن يتم تحييده، أو محاولة تقديم بعض التصورات التي تحقق لهم بعض من مطامعهم المرتبطة في الاستمرار في السلطة والثروة. دكتور محمد ترشين الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من باريس، شكرا لك.